هذا ليس صحيحا أن تتهم إيران بأن تنسج بحزب الله في معركة. حزب الله والمقاومة الفلسطينية أساسا واللبنانية دعما لفلسطين حتى العراقية حتى اليمنية هذه كانت موجودة قبل الثورة الإسلامية. إيران انضمت إليهم في الآونة الأخيرة ولأنها دولة ولديها موارد مالية، هذا شيء طبيعي، ربما يعني ترتقي تصبح في موقع أكثر وأكثر تأثيرا وبالتالي ومشهود وبالتالي يتهمونها. أنا يعني لا أعتقد يعني هذا الكلام صحيح، هناك محاور يعني ولكن في مشروع يا سيد مصدق محاور. طيب يعني مثل ما إسرائيل لها، يعني نحن لا نقول بأنه إسرائيل ليست عدو، إسرائيل زرعت في المنطقة عدو في المنطقة، لديه مشروع توسعي لحلم إسرائيل الكبرى والسيطرة على عدد كبير من خريطة من الدول العربية كما ذكرتها، ولكن أيضا إيران لديها مشروع توسعي، يعني لا نغفل بأنه ليس لدى إيران لديها مشروع وإسرائيل لديها مشروع، ربما يكون هناك تقاطع لهذه المشاريع، صح ولا لا؟ شوفي إيران إذا لديها مشروع، البعض يصف مشروع إيران بأنه الهلال الشيعي وتأسيس الهلال الشيعي وظهور القوة الشيعية في المنطقة والتأثير بالقرار المنطقة، يعني في الواقع العملي شوفي في الواقع العملي إيران تدافع عن حماس وهم إخواننا السنة، تدافع كانت تدافع عن البوسنة والهرسك و تدافع عن المقاومات وحتى اليمنيين وليسوا شيعة عشري يعني من نفس الانتماء الطائفي المذهبي الإيراني، هم يعني زيديين وبالتالي إيرانية تدعم الجميع. هذه إشاعات يعني هم يتهمون إيران، ثم القضية والشعار وشعار فلسطين إيران. أنا في من وجهة نظري يعني نعم. أنت تفضلت إلى نقطة مهمة وقلت نعم إسرائيل دولة توسعية، إذا ماذا تفعل دول المنطقة؟ ماذا يجب أن نفعل أمام هذه الدولة التوسعية؟ على الأقل يجب على دول المنطقة على الأقل أن تأخذ جانب الحياد وتتفرج وتترك المقاومة، لا أن هي أن تكون أيضا حجر عثرة بحجة أن إيران تريد أن تحتل المنطقة. إيران لم تحتل في تاريخها أي، يعني هي كانت في زمن إمبراطورية في هذه المنطقة، ماذا ما راضية بالمنطقة كانت تابعة لها، ولكن نفوذ السياسي الإيراني ويعني نفوذ فلسطين ونفوذ الصحوة العربية. طيب لماذا الإسلامية. طيب سيد مصدق أنا طيب سيد مصدق يعني والله إحنا الوقت انتهى، أنا لا أريد أن أنهي هذا النقاش ولكن الوقت انتهى، بس سؤالي الآن ما الذي يمكن أن يقدمه وزير الخارجية لإيراني في بيروت في هذا التوقيت؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى ممكن تديني إجابة مختصرة، طالما تحدثت عن موضوع المقاومة، المقاومة التي ظهرت هي لم توجه صاروخ واحد لإسرائيل قبل 7 أكتوبر، يعني كان كل تأثرهم بأنهم يعطلوا الملاحة، إذا على الحوثي بيعطل الملاحة في البحر الأحمر تأثر في دول عديدة، وهذا لصالح إيران فيما يخص مضيق هرمز. خليني أكمل لك الشيء الثاني، إذا كنا نتحدث عن حزب الله، حزب الله من حقه أن يدافع عن أراضيه، ولكن باسم القضية الفلسطينية هو لم يوجه صاروخ على إسرائيل، يعني لم يتم توجيه صاروخ لتحرير القدس، لتحرير المسجد الأقصى طوال هذه السنوات، يعني كيف ما يخدم مشروع، كيف لهذه المقاومة لا تخدم مشروع إيران التوسعي في المنطقة؟ وعلى فكرة هي ممكن بتخدم مشروع إيران التوسعي في المنطقة وممكن إسرائيل بتستفيد من هذه المقاومة أيضا، يعني لا نخفي بأن إسرائيل غير مستفيدة من هذه المقاومة، وجود هذه المقاومة وعملية 7 أكتوبر هي التي جعلت نتنياهو حتى الآن يهجم بهذه الهجمة الشرسة ويمسك الخريطة ويتحدث عن دول النعمة ودول النقمة وضم الضفة الغربية لقطاع لإسرائيل. هذا المخطط الأمريكي إن أعلن عنه الإسرائيليون أو لم يعلنوا أن يقوم نتنياهو بعرض خريطة في الأمم المتحدة أم لم يعرض لديهم يبيتون خطة ويجب الوقوف بوجههم. حزب الله خطأ، يعني التقدير الذي أشرت إليه ليس دقيقا، حزب الله تحارب إسرائيل، يعني هم اختالوا الأمين العام السابق يعني منذ سنوات السيد عباس الموسوي، وبالتالي هم لديهم عداء شديد مع حزب الله، حتى الولايات المتحدة لم يصنفوها يعني تنظيم إرهابي وما إلى ذلك. يعني حزب الله إذا قلت لماذا لم تخدم، أولا هذا الكلام يعني مو صحيح، إسرائيل هي اعترفت بالصاروخ التي أطلقها الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد 30 عام، اعترفوا نعم صدام ضربنا بالصاروخ في حين كانوا ينفوا، اليوم أيضا يقول نحن لم نتلقى صواريخ من حزب الله ولا من إيران،
وهذه صواريخ فاشله واحنا بتعتبرها. لا احنا احنا عرضنا صور على فكره، على فكره عرضنا صور، لان الصواريخ الايرانيه حققت اهدافها، انعرضت الصور، بالنسبه لنا احنا عرضناها على الشاشه، يعني لم نتبنى الروايه الاسرائيليه، نحن ناخذ كل الاطراف بالتوازن، لانه هذا موضوع جدا حساس، لا نحسب لا على طرف صهيوني ولا على طرف فارسي، نحن نتحدث باللغه العربيه ونطرح كل الملفات بهذه اللغه. وعلى فكره لو رجعت لنشراتنا سيد مصدق ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالحدث، راح تشاهد باننا عرضنا الاستهدافات الايرانيه كيف حققت اهدافها داخل اسرائيل. صحيح، انا بالامس شاركت معكم وشكرت القناه والسيده المقدمه، حاولت المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، يعني أفحمته وظلت يعني دخلت في سجال، وكان مريح وحقيقة يعني كلام يثلج الصدور، وأنا لا أنتقص من هذا الحق يعني لهذه القناة تقوم بذلك. ولكن أنا أقول عموما يجب أن نعي يعني كل الدول العربية أن تعلم يعني إذا أو تنتظر، يعني أولا يجب أن لا يكون هناك أي خوف من إيران، الخوف يجب أن يكون من إسرائيل.